الشيخ وجدي غني والعسكر، برنامج أسبوعي يأتيكم كل جمعة على قناة العالم الأسود للعسكر، فتابعونا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الشيخ وجدي غني والعسكر. في هذه الحلقة نتناول علاقة الشيخ وجدي غني مع النصارى. لو حكيت لنا يعني علاقتك بالنصارى وكيف حاولوا تنصيرك منذ أن كنت طفلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. بداية أهلا ومرحبا بإخوان المشاهدين أخوات المشاهدات، كل الشكر لله تبارك وتعالى ثم لأخي الحبيب الأستاذ صابر على هذه الحلقات. النهاردة أعتقد أنها هتبقى حلقة مميزة، يعني شوية غريبة لأن فيها معلومات أول مرة يمكن إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات يعرفوها. يعني هو من زمان، يعني من أمي الله يرحمها رحمة واسعة وتقبلها في الصالحات، هي اللي بتحكي لي إنما كانت حامل فيا وجت تولد. فأبويا كان والدي كان في الشغل، والدي كان مشتغل مدرس يعني، فبتقول لي اتزنقت اعمل ايه. فناديت على زوزو، طنط زوزو دي اللي كانت ساكنه فوقنا وهي صليبيه يعني، وكان في تداخل بينا كتير يعني. زمان ما كانش فيه المعاني دي يا مولانا، يعني حكايه مسيحي ومسلم ومش عارف ايه، كان يقول لك لا ده عادي وبتاع. حتى عمي برضو الله يرحمه في اسيوط وجنبهم يعني جنب المحل بتاعه بالظبط الصليبيون برضو، ولما كنت اروح ازوره كان ياخدني ويقول لي تعالى انت هو من الصليبيين، ابن اخويا اهو شيخ، وانتوا كفره يا ولاد مش عارف ايه وبتاع، وقعد يضحك معاهم كده يعني. فالمهم فامي بتقول لي انا اتزنقت فيك وانا بولدك، فناديت على زوزو تعالي الحقيني يا زوزو الحقيني يا زوزو. فنزلت زوزو دي تجري يعني الحقي الله ده الواد نازل، مش هنلحق نقول الاسعاف تيجي ولا نلحق نقول مش عارف الايه. فبتقول لي امي بقى اللي بتحكي لي، بتقول لي انت نازل بقى وانا ايه عماله ايه اقول يا رب يا رب، وهي عماله تقول باسم الصليب باسم الصليب باسم الصليب باسم الصليب، عماله تصلب عليا وانا نازل. ايه ده يا ماما ده ايه ده، تقول لي انا ابني انا اعمل ايه انا ابني مزنوق، وهي عماله تقول باسم الصليب. عادي يا ابني الامور دي، ايه الامور دي باسم الصليب باسم. المهم نزلت انا، ما ايه ده جميل ده حلو يا امه، كان اخويا الكبير اسمه محمد الله يرحمه، ايه يا ام محمد ده حلو ده احلى من اخو ده مش عارف ايه، والله انا اللي اسميه والمسيح الحي انا اللي اسميه. قالت لا خلاص والله انت اللي تسميه. قالت لا خلاص انا هسميه وجدي، ولذلك وجدي اسم مسيحي. انت سمعت عن شيخ اسمه الشيخ وجدي؟ شيخ محمد، شيخ ابراهيم، شيخ اسماعيل، شيخ علي، كلمات كده يعني شيخ. انما الشيخ وجدي. فده كانت المصيبه الكبيره في بدايه حياتي، اسال الله ان ربنا يسامح امي ويسامح الايه. جابويا بقى طينها بقى الله يرحمه ويحسن اليه. احنا بقى يعني ابويا صعيدي من الصعيد وامي من الشرقيه، ابويا بقى الله يرحمه واحد القطرين فاتجوز امي، عمل لي فيها مينا يعني وبتاع. المهم ايه، فقال لنا بقى في الشرقيه ولنا في الصعيد. انا تاني واحد في اخواتي، واحنا كلنا خمسه صبيان ما فيناش بنات، انا ما عنديش اخوات بنات. فامي بقى كان في الصعيد ام الولد يعني هي اللي بتخلف يعني، ام الولد يعني كل اللي جابته كلهم صبيان يعني. فابويا بقى يعني عايز بقى يعني ايه يهتم بينا بقى ويعني ربينا بقى تربيه جميله وتربيه حلوه وتربيه خاصه. راح موديه مدرسه فرنسيسكان صليبيه. دي بقى انا روحتها وانا صغير خالص بقى، لسه قبل الابتدائي. فانا اوعاله اللي فاكره كويس ان كان قبل الدراسه لازم يخش القسيس. يخش القسيس، فكلنا نبص له كده وهو يخش مع الصليب طبعا بتاعه. كان بيدرس لكم قساوسه؟ لا مدرسين، بس لازم القسيس يخش يبارك الاول في اول اليوم، في اول الدراسه قبل ما تبدا الدراسه خالص قبل الحصص. انت دلوقتي قاعد في الفصل اهو، لازم يخش القسيس. وبعدين في حصه اسمها حصه الدين، الدين المسيحي طبعا، هو هيقول لك دين اسلامي هعلمك دين اسلامي، لا اسمي زي ما تعمل في بيت عندك، لكن احنا دلوقتي هم بيقولوا المسيحي. انا اوعى كويس جدا بقى، كان القسيس يخش يعمل كده، كان يقول لك من اول هنا كده لغايه سرتك، يعني تعمل كده خط كده من اول راسك كده لغايه السره، ومن الكتف ده للكتف ده شكل الصليب يعني. ايوه كل الطلبه لازم يعملوا كده. الله، وانا كنت بعمل كده معاهم. انا اللي فاهمني حاجه،
انا عيل صغير. يا يخش القسيس يلا اعمل كده بس ايه المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام او الناس المسره، ما اعرفش ايه الخنافه اللي بيعملوها دي، المهم يعني. وبعدين بقى ربنا الذي في السماء ادينا بركاتك والمسيح والمسيح والمسيح، كلمات كنا بنقعد نقولها كده انا مش فاهم فيها حاجه يعني. فنشأت للاسف على المصيبه دي يوميا وقبل الدراسه ما تبدا لابد ولازم القسيس يخش يدي البركات دي. والا هو طب هو بيعلمك ليه؟ هم كانوا بيدونا قماش نعمله بجامه، وكان كل يوم فاكر انا حته الجبنه الجميله دي الصفره دي، جبنه صفره كده، والعيش والحلاوه والهدايا كان يدونا برضو كده، بحيث ان احنا انا ما كنت امشي في الشارع مع امي الله يرحمها، ابويا بابا بابا قسيس قسيس اهو قسيس القسيس، يعني واحد قسيس زي اللي بيخش لنا يعني، كان القسيس عندنا حاجه كبيره يعني. دي كنتوا تنظرون اليه، ننظر اليه على انه طبعا يعني برمز الدين ورمز يعني ما فيش بقى حاجه اسمها دين اسلامي لسه، احنا لسه عيال صغيره، اقصد رمز ان هو العقيده يعني او الدين او ربنا او كده. بس طبعا كان ده شرك بالله. ليه؟ لان هو لما كان بيخش ماسك الصليب، او دلوقتي انت لو تشوفهم كلهم تودروس وغيره حتى شنوده واللي قبليه كرولوس، دول هم ماسكين الصليب ماشيين بيه. حتى لما كان يجي يسلموا على شيخ الازهر بتاعنا يسلم عليه كده باليمين وماسك الصليب، الصليب يا مولانا طوله متر حاجه، ايه ده بيعمل بيه ايه ده انا مش فاهم. فيسلم على شيخ الازهر بايده اليمين وروح واخد شيخ الازهر الحضن وروح حاطط الصليب على قفاه، يطلع شيخنا متصلب على قفاه. لما يقعد بقى في اي احتفال يحط الصليب قدامه بتاع كده قدامه. طبعا دي عقيده الكفر، عقيده الكفر. مين اللي كفرهم؟ الله. الله عز وجل يقول في سوره، والله عندنا صور كتير بس عشان اختصر يعني، سورة المائدة مثلا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كذلك في الآخر بعد 17 72 في الآخر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، واللي بيأكل لازم بيخرج بيروح الحمام، في إله بيروح حمام، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. سورة مريم مولانا في الآخر آية يعني، والله سبحانك يا رب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يعني مصيبة كبيرة. إيه اللي عملتوه ده؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن يتشق تتقطع كده منه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورة النساء ربنا بيقول إيه؟ وبكفرهم كفر اليهود وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اليهود بيقول إن مريم زانية، يقول لكم المسيح أبو مين؟ مين أبوه؟ يا ساتر. اليهود عقيدة عندهم، اليهود عندهم عقيدة، عقيدة، عارف عقيدة يعني ايه؟ عقيدة يلقى بها الله، ديانة، ان مريم زانية استغفر الله وان المسيح ابن زنا. عشان كده خلي بالك لما البابا بتاعهم راح يزور الكيان الصهيوني اشترطوا عليه ما يجيش بالصليب، قالوا له ممنوع تخش بالصليب علينا، وما دخلش بالصليب ما جابهوش. هنا ربنا بيقول ايه بقى؟ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ان هي زانية يعني، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ربنا بيقول ايه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. شوف بقى الايه اللي جايه عشان دي عقيده. وما قتلوه يقينا، ده مين اللي بيقول يقينا؟ الله. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. اذا دي عقيدتنا احنا كمسلمين. تستفزني انت بقى يا صليبي وتروح عامل لي الصليب قدامي كده؟ يعني ايه يعني؟ يعني بتكذب الهي؟ ها؟ اولا انت اللي كذاب، لان ربنا قال في سوره الكهف في الاول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم الا اتباع ما لهم به من علم الا اتباع
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فضلت الشيخ عبد الغنيم، يعني حضرتك كنت في المدرسة دي في عهد عبد الجمال عبد الناصر، بس زمان مواليد 51، هل كانت هناك مدارس يدخل فيها المشايخ كل صباح لقراءة القرآن الكريم في الفصول أو ما إلى ذلك؟ قبل أن نسمع الإجابة من حضرتك نذهب إلى مقطع فيديو يوضح العلاقة السرية بين المقبور جمال عبد الناصر والبابا كيرلس، بابا الكنيسة البطل الأرثوذكسي في مصر. فلنشاهد هذه العلاقة السرية بين الطرفين واضطهاد المسلمين، ثم نعود مرة أخرى. رئيس عبد الناصر كان دائما بيرعى الكنيسة، وكان في علاقات خاصة وشخصية بينه وبين الأنبا كيرلس. وأنا كان لي لقاء أسبوعي كل يوم اثنين مع الأنبا صمويل اللي هو أسقف الخدمات، كنا إما بلتقي عندي في المكتب إما بروح له في الكاتدرائية. وفي يوم من الأيام جالي أحد رؤساء مجالس إدارات شركة بناء، لا داعي ذكر أسماء عشان ما نعملش دعاية يعني، وقال لي إن في فكرة عند البابا إن إحنا هو مسيحي يعني، قال لي في فكرة إن إحنا بنعمل كاتدرائية جديدة ومحتاجة إلى دعم مادي والكنيسة ما مش تقدر. فأنا قلت الرئيس حرر شيء بمبلغ، أيامنا كان يعني يساوي النهاردة أرقام فلكية يعني، ولو قلته دلوقتي هيبقى متواضع، وهو متواضع يعني إنما لو النهاردة ترجم إلى النهاردة يعني يساوي أرقام فلكية كبيرة أوي. وأنا سلمته للأنبا صمويل ووصله للبابا كيرلس، وقال لي الأنبا صمويل تاني يوم قال لي البابا عايز يقابلك، فأخذني وراح، كان تعبان حتى راقد على السرير، قال لي أنا كنت عاوز أنزل أقابل الرئيس عشان أشكره، لكن أنت شايف أنا راقد، فأنت وراح مسكني حضني وبسني من هنا وبسني من هنا، توصل دول للرئيس جمال عبد الناصر. عبد الناصر كان يزور قداسة البابا كيرلس، كان يزور السيد الزعيم الخالد عبد الناصر الخميس الأخير من كل شهر في منشية البكري، ويروح يقعد يقضي اليوم كله معه الخميس الأخير. عدنا مشاهدينا مرة، كنا في نشيد الصباح في المدارس أيام عبد الناصر، لا لما رحنا بقى المدارس الحكومية يعني، كان الصبح ناصر كلنا بنحبك ناصر ونعيش ونقول لك ناصر يا حبيبي الكل يا ناصر، ده لازم الصبح، ده نشيد الصباح في المدرسة، ده لازم الصبح، ده نشيد الصباح. الشيخ كشك قالها، الشيخ كشك مرة قالها مرة وهو بيتكلم بيقول كده، كنا نقوم الصباح نشيد الصباح، مش نقول ربنا يا ربنا لك الحمد والثناء أنت المعين فكن عوننا، لا ده ناصر كل ناصر، الله يقطع ناصر وايام ناصر قايل كده، ما يمكنش ناصر حاجة، لا ناصر لا، ما هو انت عارف دايما كل المجرمين دول ينسبوا البلد كلها ليهم، يعني يقول لك ناصر مصر الايه، مصر مصر مبارك مصر السيسي. هل كان في قران كريم يا راجل؟ قران ايه ده اللي كان اللي بيتمسك بقران ايام الاخوان يا مولانا، انت ناسي عمل ايه عبد الناصر في الاخوان؟ اللي كان بس يجيب سيره قران، اللي كان ده اللي كان بيصلي بيعلموه، اللي بيصلي يصلي هاته، ده كان مش ظبط المتهم متلبسا باداء صلاه الفجر في المسجد. أسوأ من كده، انت لو عايز كفر كفر بقى والعياذ بالله، واحد صليبي ربنا انقذه من جهنم وجاي يسلم. ايوه في الدوله المسلمه. أيوة. مش انتوا بتقولوا دوله مسلمه؟ عبد الناصر يا السادات يا حسن عمرك يا السيسي ده، لا القانون يقول ايه، لازم نجيب له قسيس يقعد معاه يراجعه الاول، يراجعه يشوف يقول له لا ارجع تاني للكفر، يرد الى الكفر. هل ده دين؟ في دين بيعمل كده؟ اخوات مسلمات التزمنا، القسيس وشنوده عمل فيهم ايه؟ كاميليا والتاني حطهم في السجون وما حدش يعرف هم فين لغايه. انا فاكر في سنه 79 يا 80 مش فاكر بالظبط يعني السنه يعني، كنا رحنا زرنا دير في وادي النطرون، مش فاكر برضو اسمه، السادات المبارك، لا كنا في السادات لان بعدها اتمسكنا بسنه تقريبا. زرنا دير مش عارف دير الانبا مقار ولا دير الانبا بيشوي، مش فاكر والله حاجه زي كده يعني. وكنا رايحين لابسين طاقيه بيضاء وطلعنا من صلاه الجمعه، حتى كان يوم جمعه، ورحنا ايه خبطنا على الباب وفتحوا لنا، وكان في واحد هناك اسمه مكاريوس راهب يعني. فالمهم راهب ده دخلنا وقعد ايه يلف بينا على الدير ويفرجنا، يا مولانا ده مش مكان عباده، ده مش دير
وجدنا احنا لقينا بير ميه واسع جدا كبير قوي قوي قوي، تبص فيه تلاقي ميه سبحان الله، وبيطلعوها بالبتاع وبيروا مزارع وبتاعه ابقار وحلب حليب، دي مشروعات ومستخدمه الميه ومستخدمه الكهرباء. المهم يعني ف طب انتوا بتقولوا دير، يعني ده دير الانبا مقار، دير الانبا بيشوي، دير دير يعني ايه؟ يعني واحد سايب الدنيا دي كلها وقاعد لوحده في دير كده بيتعبد بطريقته. يعني سيدنا عمر مره شاف دير فبكى، فبيقول له بتبكي ليه يا عمر؟ قال ابكي على هؤلاء يعبدون الله ليلا ونهارا ومصيرهم النار، انهم كفروا والعياذ بالله وبيشركوا بالله. لان ده انك تقول ربنا ثلاثه ولا اب ابن روح قدس ولا هو حته من الله ولا هو الله الى اخره يعني. فطب انت مساحه الاديره دي انت واخد كده ليه؟ بص يا مولانا، في دير اسمه دير ابو فانا. طب هو واضح انت شايف كده معنى كلام حضرتك اللي فهم من كلام حضرتك ان مشروع انشاء دوله قبطيه في غرب الدلتا وتخصص. ده ماشي على قدم وساق من عهد السادات ليس من الناس. ايوه بالظبط كده، هم بس هم استغلوها دلوقتي ليه بقى؟ لان الخسيسي المجرم الخاين ده ها واقع، فيعني نعترف بيك بشرط، ايوه تعمل كذا كذا اعمل، تعمل تسيب كذا اسيب، تقول كذا اقول، لانه واقع واقع ده معناها رقبته. طب خليني اقول لك بس الاول مساحات الاديره دي. انا استاذنك فقط نذهب لفيديو لان جمال عبد الناصر نفسه كان يقتهم اراضي لبناء اديره شاسعه. بالظبط. فنشاهد هذا الفيديو ثم نعود مره اخرى. ففي يوم قال له يا ابويا احفادك عاملين حصالات وعاوزين ادوها لك، قال له ايه المناسبه؟ قال هم سمعوا مني انك انت اشتريت ارض في مريوط وبتعملها دير باسم حبيبك وشفيعك ماري مينا. وده مبلغ بسيط، اطفال بتحوش يا بايوة يا ابويا، كان يقول له يا ابويا اطفال بتحوش. فجت منى وهدى وخالد وعبد الحكيم وعبد الحميد وكسروا حصالاتهم، طلع المبلغ. بابا كرولوس طلع منديل محلاوي، فاكر منديل محلاوي؟ وحطوا وكسروا الحصالات وحطوها في منديل قداسة البابا كرولوس السادس، طلع كام المبلغ؟ 500 جنيه وخمسة. المبلغ اللي كان باقي على ثمن الأرض كان 500 جنيه والخمسة كانت أتعب المحامي. عجبتني كلمة الخالد، الزعيم الخالد، وإحنا لما كنا بننعيه وعملنا جنازته اللي مش هتتعمل تاني، خرج من الكلية الإكليريكية في العباسية نشيد الوداع يا جمال يا حبيب الملايين. مين اللي ألف النشيد ده؟ طلبة الكلية الإكليريكية اللي هم بيبقوا أسس. عدنا مشاهدينا مرة أخرى. بص يا سيدي، دير أبو فانا. دير 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 يعني أنت راجل راهب، خد اقعد لك في أوضة كده ولا بتاع. دير أبو فانا 600 فدان. يعني ايه 600 فدان؟ يعني 2 مليون متر و520 الف. 2 مليون و520 الف متر مربع. طب دير ابو مقار، ده غريب قوي بقى ابو مقار ده يا مولانا. ابو مقار 2700 فدان. 2700، انا نفسي واحد يكذبني يطلع من الصليبين يقول لا انت كذب، نفسي. لكن هم يشتموا بقى، يقلوا ادبهم ويشتموا. المهم يعني 2700 فدان يعني 11 مليون و340 الف متر. في مصر بهذه المساحه؟ في جامع؟ لا. طب انا اضحكك بقى، حديقه حيوان الجيزه 80 فدان، استاد القاهره 50 فدان. طب شوف بقى دير الانبا مينا، دير الانبا مينا ماري مينا، ماري مينا 600 فدان. 600 فدان يعني كام؟ يعني الفدان 4200 متر، اضرب بقى انت شوف كام يعني. طيب انا عايز اقول انتوا بتقولوا ان انتوا يعني عايزين تروحوا تتعبدوا وبتاخدوا اديره وكلام زي كده يعني. انتوا كصليبيين في مصر عددهم قد ايه يا مولانا؟ بالكتير 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 قوي 5 مليون. ده بالكتير قوي قوي قوي، خلاص 5 مليون. واحنا في مصر كم مسلم؟ 85 مليون. تخيل بقى النسبه والتناسب، 5 مليون، 85 مليون. شوف اللي واخدينه واللي عايزينه عشان تعرف هنقارن مقارنه بسيطه قوي قوي قوي. شوف ال 5 مليون دول بيقولوا ايه وعايزين ايه. احنا كاخوان بنقول ايه؟
الله غايتنا، الرسول قدوتنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله اسمه امانين. بص شنو ده كان مطلع، شنو ده اللي هو نظير جيد كان بيقول ايه؟ الانجيل دستورنا، والموت في سبيل المسيح اسمى امانينا. مصر محتلة بيعتبر احنا معتبرون احنا محتلين. اسمعك السيسي اللي تودرس بيقول ايه؟ انصروا القائد السيسي ليعلو الصليب وليرضى الرب، انا لمصر ان تعود الى اهلها، انا لمصر ايه؟ ان تعود الى اهلها، وليعلو الانجيل في السماء، ونقف جميعا لنطلب رضا الرب. بص شوف سنتي لهذه المرحله في بعد المقابله العسكريه التي افصحوا فيها عن انت نرجع يعني المسلمين وطلبوا نرجع للمدرسه اللي حضرتك فيها. بص يا سيدي، لا ان هما فيها ايضا لكم كطلاب طب اكمل بس، هما كانوا عايزين ايه؟ الغاء الشريعه واعتبار مصر دوله قبطيه واللغه هي اللغه القبطيه. ده الكلام اللي كان اللي عايزه شنوده. جماعة الأمة القبطية الأقباط أمة، عايزين يحذفوا النص في الدستور إن مصري لا عربي ولا إسلامي، تمام؟ مصر كلها أرضنا التي سلبت، عندهم مدارس الأحد، زعزعة المسلمين عندينهم. ده شوف بيقولك إيه؟ بيقولك إحنا مش عايزين المسلمين يتنصروا، لا ده شرف كبير ليهم، إحنا نشيل بس المسلمين من الإسلام. شوف أنا كما حدث في عايزين مركز البابا يبقى بعد رئيس الجمهورية وقبل رئيس الوزراء، وتديهم ربع القيادات في الجيش والشرطة، وبينشئوا يسمح لهم ويسمح لهم بجامعة خاصة وإذاعة خاصة. عندهم جامعات فضائية كثيرة. طيب يعني عندهم بيجعش فضائية المسلمين، ليس عندهم ولا فضائية. فضلت الشيء ده أنا عايز أقول حاجة معلش في الحتة دي كده. طب أنت اللي بتقول أنا عايز أبني كنايس ومش كنايس، أنا نفسي أخويا صابر تشوف لي كده وتصور لي مرة يوم حد الصليبيين بيصلوا في الشارع من كتر الناس اللي مالوا الكنيسة، فالكنيسة مش سيعاهم، الكنيسة مش سيعاهم. قول لي انت نفسي واحد يصور المنظر ده؟ احنا في المساجد في مصر مفيش طبعا. الله، هو حد ده يدوب الكنيسة بتتملى نصها ربعها يدوب بالعافية، تقوم تقول لي عايز اعمل تاني كنايس؟ يا اخي انت ما انتش يعني الكنايس مش يعني واسعة عليكم جدا ومش مغطينا. انا مرة في المانيا دخلت كنيسة، قلت عشان اتفرج اشوف، فدخلت الكنيسة وقفت من ورا كده، كان يوم حد، فطبعا لقيت كلهم بيبصوا علي، عرفت ان القسيس بيتكلم عني بس ما اعرفش الماني. هو وقفت سكت، وبعدين شوية كده وقلت بقى اتفرج بيعملوا ايه، فلقيتهم فسقية كده ياخدوا مية مش عارف يصلي بيعمل ايه بتاع مش عارف ايه، كل ده ماشي من هشوشة. هوب يا مولانا راحوا محطين كل الدكك اللي انت بتشوفهم قاعدين عليها دي كلها جات على جنب. والله يا اخويا صابر تتربت تن 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 ايه ده وكل واحد والله كل الشاب ماسك، ايوه كل الشاب ماسك لبيته بيرق جوه الجن. قلت ايه ده؟ انتوا لسه بتقولوا الموعظه الحسنه بتاعتك؟ ايوه جوه الكنيسه، والموسيقى ضربه في البتاع وكلهم قاعدين يرقصوا. فبقول انا الاخوه اللي هم في المانيا اللي كانوا، قلت لهم ايه ده؟ قالوا ما هم لازم يعملوا كده عشان يجيبوا الشباب والبنات، وانا هجيب البنات والشباب ازاي؟ لازم يخليه يجي. ما هم يعني النصارى يحتملون الجنس وسيله لجذب الشباب والفتيات. ده طبعا ده الجنس ده بيعملوا جنس مع العيال. انت لو عايز الارقام اقولها لك اهي، اقول لك الارقام والتعويضات اللي موجوده وكم دوله بيعملوا البلاوي دي كلها. يا مولانا ده الرهبان عملوا خندق تحت الارض وصلوا لدير الراهبات، هم بيستهبلوا ولا بيستعبطوا؟ طب سنأتي لذلك فضلت الشيخ، لكن نستأذنك نذهب لفيديو لتوادرس الصليبي بابا الاخبار، وهو يقول انه سبب طلبه من العسكر ومن أمريكا خلع الرئيس المسلم محمد مرسي لأنه ألغى البقاوي. يعني هو محمد مرسي في الحقيقة رفض أن يواول حفلات الباليه واستراد رقصات باليه من روسيا. فنشاهد هذا الفيديو ثم نعود مرة أخرى. في خطر ما على مصر، يعني أنا يعجبني مرة التعبير اتقال مصر بتضيع مننا. إيه المؤشرات اللي كانت بتقول إن هوية مصر بتضيع أو بتتغير؟ أولا كم الأزمات الذي حدث، وأزمات على يعني مثلا في الشهور الأخيرة أظن طلعت أزمة الباليه، نعم، وطلع إن مفيش باليه في الشهور الأخيرة أظن طلعت أزمة الباليه، نعم، وطلع إن مفيش باليه. واحد بيقول نلاحظ دائما في مراسم الخطوبة وتكليل الزواج وجود سيدات وبنات بملابس سريعة جدا بما لا يليق بقدسية الكنيسة وسر من أسرارها المقدسة، ويضعنا في حرج وانتقاد من أهل العالم. في حالة الزواج كل واحدة عايزة تظهر
انها يعني اجمل الموجودات. دي غريزه عند البنات والستات مالكش دعوه بيها. لكن يعني كلمه خليعه جدا انت تلام عليها. هما بيلبسوا ملابس يعني جميله جدا، لكن كلمه خليعه جدا دي كلمه قاسيه منك انت شويه. اما موقفنا في حرب وانتقادنا اهل العالم، هم يعني اهل العالم لما بيجوا في حفل الزواج بيجوا محجبات، برضو بيجوا جمال. انا ما شفتش. عدنا مشاهدينا مرة. انا بقى ليا تعليقين على الحته اللي حضرتك ذكرتها دي وفي الفيديو اللي انت ذكرته. التعليق الاولاني هكمل لك بقى تودروس قال ايه وبعدين نخش في حته الايه الحته اللي انت لا ما الاول بس انا افتكرت حاجه قلت لي حاجه قبل كده سفر الانشاء لا غير سفر الانشاء النشيد الاناشيد لا ده على الرشم الرشم ره شين ميم لازم كل واحد ياخد مراته وبناته يوديهم الكنيسة والأسيس يرشمها. يعني ايه هذا حاجة انت هتعرض دلوقتي فيديو هيوضح بقى اللي انا بقولك عليه ده، بس انا هقوله الاول وبعدين انت توضح هتعرضه عشان ما اقولكش احنا بنجيب كلام من بره. 36 موضع في المرأة، 36 حتة في المرأة من قدام ومن ورا. تخش المرأة الواحدة تقلع وتلبس البتاع الشفاف ملابس شفافة، وتخش عند القسيس، عند القسيس يحط ايده في الزيت المقدس ويحط في 36 موضع في المرأة من قدام. لا زوجها انا بتاع مركب قرون وقاعد ورا قاعد بره مستنيه قبل ما تطلع بعد ما تاخد البركة. الفيديو اللي حضرتك هتعرضه واحد بيقول بيسأل القسيس اللي هو بيقول كده انا مش بقول هو اللي بيقول هيقول اهو بيقول له طب ليه ما بنعملش المرأة كلها بالمرمر اللي هو الزيت المقدس ده فقال له طب ما انت 36 موضع 36 من ورا من قدام فانت فاضل ايه ما انت كده عملت لها خد بالك انا هات بس الفيديو عشان ما يقولش انا اللي بقول. فالمشاهد ده الفيديو ثم نعود مرة اخرى. ان البعض بيقول الشماسة ترشم بالميرون السيدات والكاهن لا يصح ان يرشم السيدات الكبار. لا طبعا لا يرشم بالميرون الا الكاهن فقط، لكن الست الشماسة هي اللي تمسح بالميرون ده مستحيل، لا يجوز اطلاقا اطلاقا اطلاقا. لا السيدات لهم كهنوت ولا السيدات يمسحوا بالميرون. الشماسة جايز تساعد في المعمودية، يعني تساعد الست في خلع هدومها في لبس هدومها في انها تقول لها تعملي كذا تعملي كذا الى اخره. هل يجوز للكاهن بعد رشم الاعضاء بالميرون 36 رشم يقوم بمسح الجسم كله بالميرون؟ طب انت مسحت اوريدي بال 36 رشم، يعني العقل او المخ خلايا المخ الرأس وبعدين المنخارين والفم وبعدين العينين والودنين دول صليب بيشمل كل الاعضاء في الرأس، بعدين القلب والبطن وقصاد القلب وفوق فتحة الشرج اخر العمود الفقري، فدول 12 بيشملوا كل اعضاء الجسم، بعدين الايد 6 الكتف وتحت الإبط والكوع والمثنى وحوالين الكف 6 و6 والرجل أيضا الورك والمثنى والركبة والمثنى وحوالين المشط 6 و6 12. طب فاضل إيه ما ترشمش عشان ترشم الجسم كله تاني؟ عدنا مشاهدينا مرة أخرى. فضلت الشيخ يعني أنت طب هل هناك سند في الإنجيل الكتاب المقدس كتاب الايه الكتاب المقدس مقدس ما طيب مش لا 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 استنى سيدي انا هرد عليك واحده واحده بس. انت بتقول كتاب ايه وسمونه الكتاب المقدس حسن معك انا حاجات كده من الكتاب المقدس وتقول لي هل ده مقدس الكلام اللي انا هقوله ده
مقدس ولا مش مقدس؟ ممكن بس تسمعني لو سمحت. بص يا سيدي، سفر حزقيال 23، الرب يقول: وكانت امرأتان زانتا في مصر، زانتا في صباهما، هناك دغدغوا ثديهما. ده كلام مقدس لو سمحت، تكلمش في كلام المقدس لو سمحت. دغدغوا ثديهما وهناك داعبوا نهود بكارتها. انا اسف اذا كان في اخوات قاعدين او في شباب، انا بكلم كلام مقدس بتاعهم، هم الكلام المقدس بتاعهم. واباحت نفسها لارتكاب الفواحش معهم مع جميع نخبة بني أشور، وتنجست بقذارات جميع الذين عشقتهم، ولم تقلع عن فواحش اتخذتها من مصر حين ضاجعوها في صباها وداعبوا نهدي بكارتها. أيوه. معلش أنا آسف، لسه ده لسه جاي، ده الكلام المقدس، ما تقطعش الكلام المقدس لو سمحت. ده كلام مقدس لو سمحت، أنت قلت الكتاب المقدس وأنا بكلمك من الكتاب المقدس. اسمع طيب، اذا هم بحثوا على اليوتيوب يلاقوا الكلام ده. طيب، يجدوا النصوص، وهي طبعا نصوص جارحه. جارحه ايه؟ ده بيقول لها ثدياك كشم، مش عارف ايه، قامتك، حلمتك، دوائر فخزيك. قبل ما انسى، عارف الدكتور الشيخ احمد ديدات؟ الشيخ احمد ديدات الله يرحمه، خد سفر الانشاد ده اللي هم 8 اناشيد، هم 8 اسفاره سفر الانشاد، نشيد الاناشيد. ايوه، خدهم. نقول للمشاهدين فقط يعني ما يرغب في ان يعرف ما يحتوي سفر الانشاد، يخش اباحات جنسيه، اللي تأدب يا راجل، اباحات يعني قصص جنسيه كتير، حاجه سفاله يعني. لما تاتي في افلام السينما يمكنه ان يبحث على اليوتيوب بكلمه سفر الانشاد. اتفضل. خد بقى الدكتور احمد، الشيخ احمد ديدات، خد الايه، الثمان اصحاحات دول، وراح عامل بيهم كتاب صغير كده، وراح في جنوب افريقيا جوهانسبرغ. لو سمحتوا انا عايز ارخص الكتاب ده، ارخص واطبعه يعني، فعايز تصريح ان انا ايه، اطبع الكتاب الجزء ده، الثمانيه دول. بس ما قالش دول في الانجيل ولا سفر الاناشيد، لا لا لا. الرد: هذا كلام جنسي فاضح لا ينبغي ان يقال للناس، مرفوض. قال لهم: ده الكتاب المقدس بتاعكم، نشيد الانشاد، 8 اصفار، جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا جوهانسبرغ. جوهانسبرغ يا مولانا، في عقيدة بالله عليك 23 دولة يتظبط قساوسة بيزنوا وبيعملوا عمل قوم لوط في الأطفال، و436 مليون دولار سنة 2008 تعويضات للأسر، 436 مليون دولار سنة 2008 تعويضات لأسر العيال اللي هم عملوا فيهم كده، واخد بالك؟ في كنيسة تعمل جواز راجل مع راجل، وتقول لي حصل ولا ما حصلش في انجلترا؟ يبقى واحد بيتجوز واحد والاسيس بيعمل العقد، يبقى دي دعاره ولا مش دعاره؟ على فكره بالمناسبه، انا لما كنت في دير اللي مش عارف اما مقار ولا بتاع ده اللي بقول لك عليه اسمه كان ايه؟ مكاريوس. كان مكاريوس. فبقول له: مكاريوس، انتوا يعني هنا ما بتتجوزوش؟ قال: لا طبعا ما ينفعش، انا هنا جسم وهناك الروح، فالروح طالعه والجسم، لكن انا لو اتجوزت هيبقى مش عارف. قلت له: يعني مكاريوس يعني ما يعني انت راجل يعني ولا مش راجل يعني ولا بتاع ده؟ المهم ما عرفش يرد علي يعني. قلت له: اسمع يا مكاروس، انا من ساعه ما دخلت هنا الدير وانت عمال تحكي لنا وانت بتتكلم وانا ما قطعتكش، وعمال تتكلم كلام ملوش لازمه خالص يعني، حتى بتقول لي مش عارف الانبا مين اللي نايم هنا في الصندوق بجسمه. قلت لك: طب ورهوني. قلت له: لا ده ما اتفتحش عليه مش عارف ايه وكلام زي ده. اسمع يا مكاروس، انا سمعتك بس انا عايزك تسمعني، انا هاجي لك الدير، نتفق انا وانت كده في يوم، هاجي لك الدير، انا وجدي غنيم داعي اسلامي، داعية اسلامي، انا هاجي لك الدير بس بشرط، عايز نقعد معاك يوم يومين ثلاث قبل انت عايزه، بشرط يا قعدت معاك في الدير ده ودقيت صليب وسميت نفسي وجدي جرجس، يا تطلع انت معايا مسلم. ايه رايك؟ قال لي: انا موافق. انا موافق. قلت له: موافق مكاريوس؟ قال لي: موافق. قلت له: طيب خلاص هنتفق بقى على اليوم ده، ومشيت. امن الدوله بيستدعيني استدعاءات كده، فبتاع امن الدوله بيعمل لي ازاي؟ انت ايه اللي وداك الدير بتاع انا هتعمل لي فيها بقى امن دوله ومباحث؟ يا عم ما احنا روحنا وقابلنا مكاريوس وبتاع. قال لي: ما اصل مكاريوس جاي هنا عندنا وبيقول لي في واحد اسمه وجدي غنيم، و قال لي انا حاجي الدير هنا هطلع دين، وراح ايه سبب الدين؟ انا هطلع
كذا ايه امك ايه لازم تطلع معايا مسلم. شوف الكذب. قلت له لا والله ما حصل كده. اللي حصل ان انا قلت له فعلا حاجه اقعد يوم او يومين، يا انا قعدت معاك مسيحي وسميت نفسي وجدي جرجس، يا اما تطلع انت معايا مسلم. وبعدين هو بقى يعني بيقول لي ايه، بيقول لي انا جاي المباحث هنا مكاريوس عشان عايز ارخص سلاح. قلت له ترخص سلاح ليه؟ انا اصل وجدي غنيم جاي، وجدي غنيم جاي مضمنش، ممكن يكون جاي معاه مسدس يموتني ولا بتاع وكلام زي كده. فانا قلت له يعني هم جايين يرخصوا سلاح؟ ده الأديرة والكنايس مليانة سلاح. وبعدين حصل موقف بتاع امن الدولة ده، احتراما للكلمة اللي انا قلتها له، مش هقول اللي حصل. اللي حصل مش لا هو اصل امني، قال لي امن الدولة هو بيكلمني على حكاية الاسلحة دي، يعني بيقول لي يرخص سلاح. انا بص يا شيخ وجدي بس انا اثق فيك ما يطلعش الكلام اللي بينه. هذا يا دكتور هذا الامر يعني يخص المسلمين ويخص ان يعرف المسلم ما يعرف زخ الاديره حتى لا نضيق الزر صباح واحنا في المصيبه اصلا. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، وهو اللي بيقسم، اقسم بالله العظيم ان الاديره مليانه اسلحه. وقال لي احنا عارفين انها مليانه اسلحه وعارفين بتدخل ازاي الاسلحه، بس بنبعت تقرير، بنبعت تقرير للفوق. قال انا شغلتي ان انا ابعت تقرير اقول في كذا 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 تريلات اسمنت وتحت الاسمنت الاسلحه. يبقى ازاي بقى الكلام ده هوت؟ ها قلت له طب اللي بيحصل؟ انا ماليش دعوه. قال انا ماليش دعوه، انا ببلغ وبعد كده ماليش دعوه. طب خليني اثبت لك بقى بالادله. ممكن اثبت لك بالادله؟ طيب اثبت لك بالادله. ايه بص يا سيدي عشان ايه ما نقولش احنا بنجيب الكلام من عندنا، اصل الحته دي هتبقى ايه. لا هو كان لا 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 استنى بس الله ينور عليك. لا الله ينور عليك، بس انا عايز اقولها بقى بالرقم بالارقام. انا كنت كاتب هذا الخبر يعني والله. طب استنى بقى انا لا انا عايز اقولها لك بالارقام اهو. المحضر رقم مش عارف ايه انا اقول انا بقى عشان ما اقولكش انت بت ايه. معلش اهو اهو عشان ما حدش يقول احنا بنفتري، لان انا لما قلت الكنائس فيها اسلحة طلعوا المسلمين للأسف ومشايخ حمم على الرمم ورؤوس على تيوس ويا شيخ واجدي القبض على القس ميصائيل يوسف من قريوس كاهن كنيسة بني سعيد بالمنيا بحوزته سلاح آلي وذخيرة. محضر رقم 82 لسنة 2012 جنايات أمن دولة عليا اللي انت كنت بتقول عليها دي اللي هو ابنه بقى اللي البخرة ايوه اللي البخرة اتزبطت فيها البخرة وواحد صليبي اتصل بيا على فكرة له قصة خليني اقولها لك بس بعد ما اقولك الحتة دي وقال لي انت بتديها علينا ان الاسلحة ان الاديرة فيها كنايس طب ما دلوقتي في اقمار صناعية وفي مش عارف. قلت له يا سيدي اعتبرني كذاب خلاص عايز تثبت احنا هنعمل لجنة ونخش الدير نفتش بلاش احنا لحسن نخش بالاسلحة بتاعتنا معانا وانت بتقول معانا اسلحة خلي امن الدولة يخش يفتش الدير يخش يفتش الكنيسة يجرؤ واحد من امن الدولة اللي كانوا بيخشوا بيوتنا الساعة 2 بالليل يقتحموهم ويقتحموا عيالنا ونسائنا. والله يكرمك يا مراتي يا رب يبارك في عمرك. هتقول لهم تقدروا تعملوا كده ببيت اسيس؟ تقدروا تخشوا بيت اسيس الساعة 2 ونص بالليل وثلاثة بالليل وتفزعونا كده وتفزعوا العيال؟ تقدروا تخشوا كده عند اسيس؟ خلاص بقى مش عارف ايه ها؟ طيب خلوا امن الدولة يخش يفتش الكنيسة، ما الكنائس ما المساجد بتتفتش وبتتبهدل يا مولانا. يخشوا ايه؟ يفتشوا. يقبلوا هذا الكلام؟ لا طبعا. كنت عايز اقول لحضرتك على قصة الراجل ده. انا اعتقد ان هو يعني قص يعني او حاجة زي كده لان هو قارئ مش عادي. اتصل بيا من حوالي يمكن سنة وشوية كده واكتر يعني. وقال لي انا مسيحي. انا مسيحي. قلت له انت صليبي يعني؟ قال لي هم على فكرة ما يحبوش كلمة الصليب دي. لان بيفكرنا بالحروب الصليبية 1097 اللي استمرت 200 سنة. 200 سنة. 200 سنة يا مولانا بيضربوا فينا 9 حروب صليبية.
ودي بقى اللي ده اللي هو ده اللي على الارض السلام وبالناس المسره، والمسيح جاء لينشر الحق وينشر الدين وينشر هو ده دي المسيحيه. في مسيح يقول طب ماشي ايه قال لك كده، هقول لك بس لازم نعلقهم بدي، استنى بس استنى حروق انا حروق انا اصلا انا عارف انا. في مسيح يقول كده في لوقا: اتظنون اني جئت لاعطي سلاما على الارض؟ كلا كلا أقول لكم بل انقساما. جملة أخرى في الإنجيل: جئت لألقي نارا على الأرض. دي ما بالناس السلام والمسرة والمسيح جاي والإيه والمسيحية دين السلام دين المحبة، واللي يضربك على خدك اليمين يدي له قفاك. جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ طيب ملعون من يمنع سيفه عن الدم. ملعون من يمنع سيفه عن الدم. اسمع اسمع لسه لسه, لسه. فقال لهم يسوع: لكن الآن من له كيس فليأخذ، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. ويشتري سيفا، هذا هو سيف روحاني. بيقول هما بيقول المسيح بيقول: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، أعدائي اللي أنا ما انتصرتش عليهم مش عايزين أن أنا أنتصر عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم أمامي. لوقا 19:27: واذبحوهم أمامي قدامي. طبعا في كلام كتير عشان الوقت أنا عارف هتستعجلني. آخر حاجة طوبة، ده في مزمور 137:9: طوبة. طوبة لمين؟ طوبة يعني يشرى يا هناك يا خير اللي انت فيه يا دي اللي أنا اللي انت فيه. طوبة لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. طوبة لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخر. المهم هذا القس انا بقول عليه قس، يعني هو كان صريح يعني قال انا مسيحي لكن بحبك. نعم بحبك. مسيحي بحبك. قال لي انا بحبك وبسمع لك كل اللي بتقوله. شغال قال لي لا بسمع لك كل اللي انت بتقوله، بس مش معنى كده ان انا موافق على اللي انت بتقوله وعايز اتناقش معاك. ممكن؟ قلت له تحت امرك تحت امرك، بس خلي بالك انت كافر، انت كافر بالله لانك انت صليبي مثلث بتقول اب ابن روح قدس. اشرح لي بقى الاب والاب. والله العظيم ما عارف يشرح ولا عارف يتكلم، ويقول لك اصل الاله فالاله تجسد ودخل وطلع. الله، هم طبيعتين ولا مشيئتين؟ ناسوت ولا لاهوت؟ وطبعا وانا حافظ كويس يعني الحمد لله. بعد سنه انا بقى هو يقول وانا رد عليه، بس ما يردش عليا. سنه في حوار بقى وانا بعت له بالتسجيلات لان هو قاري وعمال يبعت له، انا ببعت له الكلام ده ما بقدرش يرد. وبعدين في الاخر خالص بقول له لا كده لازم نقف بقى. ليه؟ لان انت كده انا اقمت عليك الحجه، فالحق مش يعني مش عاملين ندور عليه يعني، حق واضح بس انت مش عايز تبقى مسلم، خلاص انت حر. انا اردت ان انقذك من جهنم وكذا 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 وكذا. فقال لي طب انا هقول لك الصراحه بقى. قلت له اتفضل. قال لي انت عارف انا كنت بكلمك ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي انا لاحظت في كلامك القوه، انت بالقوه انت بتتكلم بقوه، تكلم بقوة شديدة جدا 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 جدا. فأنا قلت الراجل ده لو جبناه المسيحية والله كده هو اللي بيقول لي، وأنا عندي تسجيلات كلها، لو جبناه المسيحية وخليناه مسيحي ده ينشر المسيحية نشر بالقوة اللي هو بيتكلم بيها دي. قلت له استنى بس، أصل أنت لخبطت في الكلام. تعرف القوة دي جاية لي منين؟ ليه أنا قوي؟ أنا مش هقول لك ترابيس ومجانس وعضلات وبلعب رياضة، لا لا، أنا قوي لأن حجتي قوية وهي إيه؟ القرآن. الله يقول في سورة الإسراء في الآخر: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قلت له أنت ملاحظ أنا كل ما أتكلم كلمة اللي هو حتى اللي كان بيقول لي كل ما بتقول كلمة وتروح جايب لها آية كده. فأنا قلت لو أنت بقى بتحط حتة من الإنجيل. قلت له فين الإنجيل؟ فين إنجيل عيسى؟ انجيل عيسى مش موجود لغايه دلوقتي. الاناجيل دي متى؟ لوقا، مرقس، يوحنا. الاربعه دول تلامذة المسيح وبعدين بكام سنه كتبوها. وفي بقى مجمع نيقيا سنه 325، 2048 قسيس، 318 بس اللي هم قال لهم المسيح ومع ذلك خدوا بايه؟ بيه. المهم يعني فقلت له عشان القوه اللي ربنا بيقول في سوره الفرقان: ولا ياتونك بمثل اي بحجه او شبهه الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. واخر ايه في سوره قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عشان كده أنا قوي لأن حجتي قوية
فلما بتلاقي حجتك قوية بتبقى انت قوي، لما يكون معاك رشاش ومتعمر وأوتوماتيك ومش عارف بتبقى قوي جدا جدا. انما ماسك لي ابرة وبور ولا ماسك لي مطوة وعملها لي في ايدك كده، ده ده انت اضبك بالرشاش على طول. فعشان كده بقول لك سبحان الله، شوف شوف اللي بيقول لي ايه، كان طمعان ان انا يعني مهم يعني تفسير حضرتك انه بعض المشايخ المايعين واحد بعد اسمع ما فهمش بيقولوا ايه، اسلامنا الجميل، اسلامنا الحلو، اسلامنا مش عارف ايه، ويجي يميعون العقيده. يقولون انا بكلم حاجه بصراحه ان الشيخ ورد ينفر الشباب المسلم في الاسلام، بينما هذا القس الصليبي يقول لك انك بتكذب الناس للاسلام وانه بيحسدك على هذا، وكان يتمنى لو كنت قصا بنفس الاسلوب تجذب الناس للنصرانيه. تفسير حضرتك حب انا هجذبهم للنصرانيه بايه؟ هروح برضه يعني هروح المساجد ده اذا كان عدوك يشهد لك بانك جاذب الناس وتقنعهم، بينما المائعين يا مولانا احمد الطيب راس النفاق ابو النفاق الله ينتقم منه بتاع الازهر ده اللي عم على رمه وراس على تيس ده اللي مؤيد للسيسي والمجرم ده، قاعد مع الصليبيين في العباسية ها وقال لهم بالنص كده، بالنص انا عندي الكلام بتاعه، لا يجوز للمسلم انه يمسك الكتاب الكتاب المقدس بتاعهم، يعني لان انا كنت بقول لك لسه وانت قلت لي لا عيب ما يصحش، يعني كفايه مقدس كفايه كفايه تقديس، انت قلت لي كفايه تقديس يعني هذا المقدس كفايه هذا التقديس، يعني هو الرمة ده المنافق بيقول لك لا يجوز للمسلم ان يمس الكتاب المقدس الا لما يكون متوضي زي القرآن، فعمل اللي احنا اللي كنا بنقوله المقدس اللي احنا كنا بنقوله عمله زي القرآن اللي في سورة الأعراف بيقول فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت بس خلاص مش بقى تعالى حط ايدك ورايا ودوائر وفخزيك وسرتك والكلام الفارغ. هم المنافقين دول يا مولانا، بيقعد القسيس، قعد قسيس مرة مع شيخ، طب انت يا شيخ قل له قل له حرام عليك والله انت كافر، لان الصليب ده بتعادي بيه الله، انت الصليب ده بتحارب بيه الله، انت بتقول له ربنا استغفر الله، بتقول له يا رب انت كذاب، ربنا بيقول في سورة النساء وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، وانت ماسك الصليب قدامه كده يا اخي اتقي الله، حرام عليك خلي عندك دين. وبالمناسبة قبل ما اكمل، هما ماسكين الصليب ليه؟ بيقول لك عشان المسيح اتصلب عليه مش كده؟ واحنا عندنا ما قتلوه ما صلبوه. طيب اذا كان المسيح اتصلب زي ما انتوا بتقولوا كده ها، ده انت المفروض تداري الصليب ده، انا بقى لما احب اغيظك ولا اذكرك لو واحد مسك سكينه ضرب بيها امي موتها مثلا، السكينه دي انا اعمل فيها ايه؟ ده انا مش عايز اشوفها، دي اللي موتت امي اللي دخلت في امي، انا بضرب مثلا يعني اجيب السكينه واربطها فراغ السكينه اللي موتت امي وكل واحد وراح بقى وعامل في البيت بقى امي السكاكين السكاكين بتاعت امي وده عامل لنا صلبان في كل حته. لا طب افرض 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 كان الرومان مثلا بعقيدتهم هم، احنا عقيدتنا لا، ما هم قتلوه ما صلبوه، افرض الرومان كانوا قعدوه على خازوق وموتوا المسيح بقى وهو قاعد على خازوق، كان ايه بقى الحل دلوقتي؟ كان كل واحد المهم يعني واخد بالك اكمل لك بقى فيقعدوا المشايخ يقعدوا المشايخ والتاني حاطط الصليب وجنبه كده، ده قاعد صليب ماسك الشيخ مره شيخ رب المهم يعني والقسيس جنبه. بص بقى يا مولانا، الشيخ راح قالع العمه وراح واخد الكاسكته بتاعت الشيخ القسيس اللي مزيته دي وراح حاطط له العمه على دماغه، والشيخ راح لابس الكاسكته وراح الشيخ مسك ايد القسيس، الشيخ والقسيس قسيسان وإن تشأ فقل هما شيخان شيخان قسيسان. واحد ما مر قعد مع قسيس هل هذا الشيخ يقبل منه فتوى؟ لا لا ده فاسق مجرم ده مدلس، شيخ والقسيس قسيسان، عقيدتنا احنا التوحيد. يعني هذا الشيخ يقبل منه فتوى لا؟ لا يقبل منه فتوى، ومش شيخ ده، ده عمة على رمة وراس على تيس، ده شخشخة ركبه. التاني قاعد يقول المسلم مع المسيحي كالعين لا يستغني السواد عن البياض، يعني هم المسيحيين بيلبسوا اسود حزنا على مصر اللي اتخذت منهم،
حزنا على مصر، هم لابسين اسود ليه؟ واحنا بقى المسلمين اللي احنا لابسين البياض اللي هو اللبس الابيض بتاعنا، الجلابيه البيضه. عشان كده تاودرس بيقول ايه؟ ما بيعتبروا ان هم نفسهم ايه؟ مصر دي بتاعتهم. تاودرس بيقول شعب الكنيسه يؤيدك يا سيسي، والرب يؤيدك، تجمعوا ليرضى المسيح، واخرجوا لنصرة السيسي، اذهبوا لصناديق الانتخاب وقولوا نعم للسيسي فإن نعم تزيد النعم. مصر القبطية تحتضن المسلمين، هذا الدستور أعاد لمصر وجهها الصليبي. بولا بتاع البول ده بيقول هذا الدستور كتبه المسيح بدمه، القمص مينا بالأقصر، السيسي منحنا الحياة بعد الله، السيسي هبة الله لأرض مصر. والسيسي خاين وخان مرسي وقلب عليه. هل المسيحية فيها خيانة؟ نعم قلت الشيخ ده موضوع يعني أنا عاوز بس أرجع حق في المدرسة المسيحية التي كنت فيها لما كنت ماذا حدث أيضا؟ ما فيش. هو طبعا كان سنة المدرسة؟ لا كان، أنا مش فاكر يا مورينو، كنت عيل، أنا كنت عيل صغير بس أنا فاكر. لا لا لا، أنا بعد كده دخلنا مدارس الحكومية بقى لأن كانت مصاريفها كتيرة وأبويا كان مرتبه على قده. يعني الشيخ أمال كيف يعني التزمت بالإسلام؟ الحمد لله متصلب عليا وأنا بتولد. سبحان الله. ورحت مدرسة مسيحية. الحمد لله رب العالمين. أصلا يا مولانا طبعا أغاني وتمثيليات ومسرحيات. أصل الدين فطرة، الدين فطرة في صحيح، في صحيح البخاري كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعملوا يهودي أو نصراني أو مجوسي، لكن الفطرة أنت فيك الدين، الدين لصيق بيك. ولذلك سبحان الله اسمع كده واحدة بتقول لك مش عارف كنت رقاصة وبعد أرقص في الكباريهات وبعدين طلعت مرة مش عارف ماشية جنبي سمعت الأذان في صلاة الفجر. واحدة تانية كانت رقاصة وحالتها بالبلة وراحت تدفن أمها رجعت لابسة النقاب. يعني إذن الدين فينا يعني. بس عايز اللي يطلعه بس. كيف كيف بقى اهي طلعته بقى الله يا ربي يرحمها رحمه واسعه كانت حيه او ميته، ست ام محمد السنيه اللي كانت ساكنه عندنا. انا كنا ساكنين في شارع بولينو 40 شارع بولينو محرم بيه، انا ساكنين في الدور الاول وهي كانت ساكنه في الدور الثاني. ومره بقى شايفاني وانا طالع على السلم، كنت انيق قوي بقى وشيك قوي يعني قوي قوي يعني ما انا شاب ومريش حاجه اعمل ايه بقى، اكوي في البتاع ده لما اعمل له سيف كده. وكان عندنا نظام البنطلون الفليتو زمان اللي هو اللي الجنب كده يعمل، لا كان حاجه، والقميص يتفرد كده الكم ده في الاخر اتفرد كده وبعدين تقلبه كده وتعمل عليه بقى الايه الزرار وبتاع. فبقى هي شافتني بقى وانا نازل بقى بتاع، فطبعا وسعت لها السلم يعني انا عارف الست محمد السنيه الله. وبعدين دي ابنها يا مولانا كان من سني، ابنها كان من سني، وعندنا قطار اسمه قطار ابو قير بيمشي في وسط قطعوا حتت، داس عليه فقطعوا حتت. والله يا مولانا بعد 3 ايام كانت لابسه الملابس العاديه بتاعتها وجم الستات يعزوها يعني، فدخلوا كده ايه ده ست، طب معلش اللي بلغنا غلط. قلت لهم لا اللي بلغكم صح، وهو ابني وربنا يعلم معزته في قلبي قد ايه، لكن الاسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي اكبر من حب الابن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 أشهر و10. حزن في قلبي لكن الحداد حداد. فلقيتني وانا طالع السلام عليكم يا حاج، السلام عليكم يا زكي يا وجدي يا ابني ازاي صحتك، الله يكرمك يا حاج ازاي صحتك، اهلا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده وايه الاناقه دي، ما لازم تفخمني شويه معلش انا شاب صغير عايز اتنفخ شويه كده، فايه الشباب ده وايه الجمال ده وبتاع. طب انت ليه ما بتروحش الجامع، انت عارف مسجد المعز؟ قلت لها فين؟ قالت لي ورا مدرسه السمير عند السرجه بتاعت اوكي عارف يا حاج عارف. قالت لي طيب ما بتروحش للجامع ده، روح الجامع ده توعدني. قلت لها خلاص يا حاجة اوعدك ان شاء الله. وعد. قلت لها خلاص وعد. هي مشيت. انا قلت ايه؟ طب انا وعدتها، طب وايه المشكله؟ طب انا بروح سينما ومسرح، ما اروحش ليه جامع صحيح يعني؟ بروح اصلي من الجمعه ان رحت. قال لك انا اروح الصلوات الخمس بالجامع؟ لا مين اللي يعمل كده؟ لا يا راجل ان كنت بصلي كمان يعني كده يعني. رحت بقى المسجد بتاع المعز ده، ما عجبنيش الحال طبعا، الحصر كان زمان الحصير وتلبك وبتاع. المهم ومره بقى الراجل ما جاش يقدم، اطلع انت قدم. اقدم مفيش ميكروفون، تطلع تحط ودنك كده وتزعق فوق السطح. طب هو الاذان ايه؟ الاذان الله اكبر الله اكبر. كم مره؟ 2 ولا 4؟ ايه ده؟ انت ما تشرب. لا 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 يلا اتعلم بقى. سنه كده لغايه ما لقيت شيخ شدني بقى بالاناقه بتاعته. شيخ بس ازهري. ازهري. وكفيف بس عينه خضره.
بس شيك القميص مع الشراب والبدلة والكرفطة ودبوس الكرفطة. لا 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 كان ما شاء الله عليه يعني شدني بقى أروح أسمعه. ما أعرفش هو بيقولي مش مشكلة عندي، المهم هو ده الشكل اللي أنا عايزه. ما أروح أسلم عليه بعد الخطبة جزاك الله خير يا مولانا وامشي جزاك الله خير يا مولانا. ثالث أو رابع مرة كده راح مسك إيدي قال لي تعالى أنت كل مرة بتيجي تسلم علي أنت اسمك إيه؟ قلت له اسمي وجدي يا عم حميد فين؟ قلت له في كلية التجارة مش عارف إيه وبتاع. طيب تعالى معايا البيت وخدني بقى. كانت لها قصة بقى طويلة لو تحب أقولها بعدين. المهم يعني طلعت بقى معاه فوق هو كفيف يعني فقال لي دي المكتبة بتاعتي عايزك تقرا لي في عندك كتاب هنا اسمه ايه؟ اسمه تفسير ابن كثير. قلت له ايوه موجود. قال لي هات الجزء الاولاني. طلعت الجزء الاولاني افتح بقى سورة النساء افتح سورة اقرا لي اقرا يا ايها الذين امنوا ايوه اطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اي اتبعوا كتابه واطيعوا الرسول اي اتبعوا سنته. قال لي ايوه ايوه انا بقرا له بقى. لا نط الصفحتين دول هات طب اقفل دي هات بقى السورة طيب جزاك الله خير نزل. رحت اصلي الجمعه انا قاعد تحت بقى هو بيخطب فوق وانا باصص له فانا اقول له بقول لنفسي انا طب كل الكلام ده انا قريه ايوه ده هو جابي من عنده. الله استنى استنى ده ما قالش الحته الثانيه. لا والله لا يا ريت يقولها ايوه الحته اللي كان انا قريتها له دي عداها. انا بقول لنفسي طب ما تطلع انت تقول الكلام اللي هو بيقوله ده ايوه اطلع اخطب ايوه تخطب ايه في مالك ما هو اللي انت بتقراه هو بيقوله وبص الناس بعد الصلاه رايحه تعمل ازاي واللي يبوس فيه واللي يحضن فيه واللي فتجرأت ان انا اخطب الجمعه وخطبت سنه 71 الحمد لله رب العالمين. كنت ملتزم 69 71 طلعت المنبر من فضل الله تبارك وتعالى. لها قصه يعني. لكن فضلت الشيخ يعني هل هناك اي ذكريات اخرى بالحق مع القساوسه في مصر في الغرب في امريكا حدث موقف بينكم؟ كتير كتير والله بس انا هاخد منهم موقف. كنت انا مسافر نيجيريا دعوه الى الله برضه فلقيت ان قاعد جنبي قسيس فقلت فرصه العمر بقى ان انا ايه انكشه واتكلم معاه وانا مش هو مش عارف ان انا شيخ فانا هعمل نفسي ان انا ايه زي ما اكون بسال اسئله وهو يجاوبني يعني. والله يا اخويا صابر ما في سؤال جاوبني عليه انا حتى قلت له يعني بليز ان ديتيلز يعني كلمني بالتفصيل شويه يعني ازاي هاو ان الجد الاله بتاعكم الاله المسيح عيسى جيسس ازاي يخش جوه مريم وهي بريجنانت حامل بيه يعني وبعدين يتولد طب في اله بينزل مولود طب بيعمل على نفسه طب يعني بيرضع طب ده في كده اله يعني وبعدين الاله كبر شويه وبعدين الاله مات عندهم خميس العهد الجمعه الحزينه سبت النور وعيد القيامه ايه خميس العهد اللي هو بيقول لك خد العهد على الحواريين بتوع المسيح وبعدين الجمعه الحزينه بيقولوا حزينه لانه اتصلب فيها استغفر الله ما قتلوه وما صلبوه وبعدين السبت النور نزل في القبر يوم السبت فنور ما عجبوش الحال يظهر طلع يوم الحد فعشان كده عيد الايه يوم الاثنين بقى شم الفسيخ. طب ثلاث ايام دول الكون كان بدون اله ما عرفش يرد. قلت له طيب خلاص لما طلع هو تاني اتصلب على الصليب طب في اله يتصلب وبعدين طريقه صلبه بقى وحشه قوي طريقه صلبه اللي هو تفوا على وشه وضربه مش عارف على ايه ودقوا في ايده المسامير في اله يتعمل فيه كده. قال لي الاخر قال لي يعني يعني مش اي كلام كده يعني ايه بتاع وبعدين لقيته بيطلب ايه بيطلب خمره خمره والله خمره يخرب بيتك ايه ده قسيس انا عارف طالب خمره واين ويسكي معروف انه بتاع وجايبها له البيت. وقلت سبحانك اللهم لك الحمد والشكر يا رب على نعمة الإسلام نعبد إله واحد لا إله إلا الله. سؤال الأخير فضيلة الشيخ الدبولين القساوسة والكهنة والأساقف هل يحفظون القرآن الكريم من واقع فيها الدنيا؟ مش كلهم وبعضهم بيحفظ منهم آيات بس ياخدها زي إيه؟ نختم بقى بالحتة دي. وللأسف بعض المشايخ بل للأسف مننا يا أخويا صابر مننا بيجيب الآية 82 سورة المائدة القساوسة والمتاع ما يقعد معاك يقول لك ايه مش عندكم القرآن بيقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا خلي بالك بقى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون روح واقف قول له كمل حضرت مرة احتفال في السبعينات وطلع واحد قس وراح
قلت له رحت قايم في وسط الاحتفال، كنا في كفر الدوار، وبقى الايه المحافظ والمدير ونائب مش عارف مين، قلت له كمل يا استاذ وجدي لو سمحت. قلت له لا كمل الايه. لا ما يعرفش الايه ويكملها لانه بيضحك وبيدلس عليهم، لان الايه بتقول ايه؟ ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان ايه نصارى. استنى بقى دي واحده. ذلك بان منهم، من مين؟ من النصارى، قسيسين ورهبان، وانهم لا يستكبرون، كلهم يقفوا، كمل، لا يستكبرون عن سماع الحق، واذا سمعوا، مين؟ القسيسين والرهبان، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول، الرسول مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ترى اعينهم، اعين مين؟ القسيسين والرهبان، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. ربنا ايه؟ آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ايه الشاهدين؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد، فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله، كمل الآيات اهي، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. في صليب هيخش جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني واضح أن الشرط أن القساوسة والرهبان أسلموا، أسلموا. ذلك بنوا إيه؟ ولذلك فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء إيه؟ المحسنين. أشكرك شكرا جزيلا فضلت الشيخ. الله يكرمك حياك الله، ويعني أول مرة قصة نسمعها بصراحة. الله يبارك لك. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لله ثم ليك، جزاك الله كل خير، وما كثر الله من أمثلكم. الله يبارك في عمرك حياك. كما نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وانتظرنا في الحلقات المقبلة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.